مين اشهر لعيبه انت فاكرهم انتقلوا من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي؟ في رضا عبد العال وفي معتزين، بس رضا عبد العال كان اجمد، معتزين مش نفس حرفانة رضا عبد العال يعني. هو تقريبا مفيش غير عبد الله سعيد، مفيش غير عبد الله سعيد بصراحه ده انا فاكره. معتز زينو، حسام حسن، رضا عبعال، ابراهيم السعيد. انا عندك من الزمالك راح الاهلي اينو، برده ما مفيش يعني بيمشي زيك، ما حدش بيجي من الزمالك او يروح الاهلي الزمالك بيندم عليه، لعيبه كتير راحت وهي نجم ثابت نادي الزمالك. وعندك برده نفس الحكايه، جه حسين ياسر المحمدي جه نادي الزمالك معامله خاصه خالص غير الاهلي وده كله، وشافوا نجوميه وده كله والجمهور بيحبهم وده كله. انا بصراحه مش متذكر بالنسبه، بس اللي هو كهربا كويس بالنسبه في نادي، كان في نادي الزمالك كان كويس جدا، ولما اتنقل في نادي الاهلي هيدي ايه، هيدي روح للنادي الاهلي. في عندنا جمال عبد الحميد، رضا عبد العال، عندنا حسام ابراهيم، عندنا ابراهيم سعيد، عندنا كهربا بقى في الفترة الأخيرة دي الأزمة عايمة بسببه يعني. كهربا هيكون إضافة بصراحة. أحمد حسن، حسام وإبراهيم، هم دول اللي أنا فاكرهم.